الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا يجوز دخول الخلاء بما له حرمة. القاعدة اللي قبلها لا يجوز قول ما له حرمة، الآن لا يجوز دخول الخلاء بما له حرمة. مثال ماذا؟ مثال المصحف، ومثال الخاتم إذا كان عليه شيء من أسماء الله، أو الأوراق المحترمة التي فيها شيء من أسماء الله، وكذلك الدراهم إذا كتب عليها شيء من أسماء الله، إلا أن هذا المنع متوقف على عدم المشقة. فمتى ما شق عليك التحرز من هذا الشيء أو خفت عليه الضياع والسرقة فإن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الحرج مرفوع عن الأمة. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن نقش خاتمه محمد سطر رسول، سطر الله سطر ثالث.